اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي معاد فقره الطقس. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن الطقس النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهارده هيكون في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه، وكمان في نشاط للرياح على كل الانحاء مع وجود فرص امطار خفيفه على السواحل الشماليه الغربيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. يعني يا دكتور النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إيه أبرز المحافظات اللي هيكون فيها الارتفاع في درجات الحرارة محسوس؟ بالفعل يمكن احنا اليوم بنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لكن محافظات شمال وجنوب الصعيد دي اللي هتشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. الأجواء خلال فترة النهار هتكون أجواء حرة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أجواء معتدلة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط. هتكون طبعا أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، طبعا زي المنيا وأسيوط والأقصر وأسوان، بعض المناطق كمان من جنوب سيناء، لأن معظم الكتل الهوائية اللي متأثر عليها قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فبتأدي لارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار. أما خلال فترات الليل الأجواء بتكون أجواء لطيفة على أغلب المناطق اللي موجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلة على جنوب البلاد، المناطق الموجودة أيضا في شمال وجنوب الصعيد طبعا خلال فترات الليل. طبعا بالإضافة كمان أن اليوم بالفعل تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها شبورة مائية خفيفة ما أثرتش تماما على حركة المرور، وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس. يعني تقريبا على الساعة 6:30 7 بدأت الشبورة المائية في التلاشي. بالإضافة كمان أن اليوم بالفعل في نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، سرعة الرياح هتكون ما بين 30 و45 كيلومتر في الساعة، فطبعا نشاط الرياح ده هيزود إحساسنا خلال فترة المساء تحديدا بالأجواء الرباعية والأجواء اللطيفة خلال فترة المساء. بالإضافة كمان أن اليوم متوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق كمان من شمال الوجه البحري زي البحيرة قصر الشيخ الدقهلية، كل المناطق دي معرضة طبعا لسقوط الأمطار الخفيفة اللي هي طبعا هتختلف من منطقة لمنطقة وتكون على مدار اليوم خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. متوقع طبعا استمرار هذه الأجواء إلى غدا، استمرار ارتفاع درجات الحرارة الطفيف على القاهرة الملحوظ على جنوب البلاد، إن شاء الله نبدأ نشعر من يوم الأحد والاثنين بتحسن نسبي في الأحوال الجوية. طيب يا دكتور ما زلنا بنحس برضو بالليل بأجواء باردة، الأجواء الباردة دي مستمرة معنا لحد إمتى؟ هي متوقع انها تستمر معانا على الاقل يعني للاسبوع القادم كله ان شاء الله. ما زالت الاجواء هتكون اجواء مائله للبروده خلال فترات الليل خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، بالاضافه كمان لما بيكون فيه نشاط للرياح خلال فتره الليل ده بيساعد اكثر على احساسنا بالاجواء البارده او الاجواء اللي فيها طبعا نسبه بروده خلال فترات الليل، لكن متوقع ان نسب الرطوبه ترتفع نسبيا خلال فترات الليل، فده مش هيحسسنا شويه بالاجواء البارده خلال فترات الليل. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 32 والصغرى بتسجل 19، الاسكندريه العظمى 26 والصغرى 16، مرسى مطروح العظمى 23 والصغرى 16، سيوه العظمى 29 والصغرى 15، بورسعيد العظمى 24 والصغرى 18، دمياط العظمى 24 والصغرى بتسجل 18، الاسماعيليه العظمى 32 والصغرى بتسجل 18، والسويس العظمى 32 والصغرى بتسجل 18. هنروح للعريش العظمى فيها 25 والصغرى بتسجل 16، طابة العظمى 32 والصغرى 19، سان كاترين العظمى 29 والصغرى 14، شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25، الغردقه العظمى 35 والصغرى بتسجل 24، الفيوم العظمى 36 والصغرى بتسجل 20، بني سويف العظمى 36 والصغرى 20، المنيا العظمى 38
30 والصغرى بتسجل 22. هنروح لأسيوط العظمى فيها 40 والصغرى 22. سوهاج كمان بتسجل 40 والصغرى 23. قنا العظمى فيها 42 والصغرى بتسجل 24. الأقصر العظمى 42 والصغرى 24. أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 43 والصغرى في أسوان بتسجل 25. الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 23. شلاتين العظمى 36 والصغرى 22. وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 21. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا ليندا.